أكد وزير الخارجية والهجرة أنه ناقش مع نظيره من دولة النيجر عددا من القضايا الدولية من بينها القضية الفلسطينية، وشدد عبد العاطي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تبحثنا حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها بطبيعة الحال قضية العرب والمسلمين، وهي القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والتصعيد والعدوان في لبنان. وأكدت من جانبي على أهمية الوقف الفوري لهذا العدوان، وأنه لا مجال لحصول أي دولة على الأمن والاستقرار في ظل أوهام القوة وغطرسة القوة، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.